السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. رئيس مجلس الوزراء في نيويورك هامش الزيارة يكشف مضمون العبارة. الخطة الزراعية الشتوية، ثلاثة مؤشرات للتبني وتوصيات الاستخدام الأمثل. حياكم الله مشاهدي الأحبة. من أجل ديمومة التواصل بالمحافل الدولية، شارك العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي يعد أكبر محفل عالمي يجمع قادة الدول والحكومات لمناقشة التحديات وأيضا استعراض مستوى الاستجابة للمخاطر المشتركة ومديات التعاون. لعل المحطة الأهم من استفادة العراق من هذا الملتقى هو كم ونوع اللقاءات اللي أجراها رئيس مجلس الوزراء بمختلف القادة وعلى جميع المستويات، منها اللقاءات الجانبية بمسؤولين أمريكان اللي كسرت الجمود مع الإدارة الأمريكية، وهو ما يمكن عده انتقاله وعهد جديد في العلاقة، غير أنها مبنية على الحذر والترقب. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة واستعدادا للموسم الزراعي الشتوي، أقرت وزارتي الزراعة والموارد المائية الخطة الخاصة بموسم الاستزراع الشتوي للمحاصيل الاستراتيجية، وبمساحة تزيد على 6 مليون دونم موزعة وفق الاحتياج المائي إلى فئتين، القسم الأول ما يعتمد على المياه السطحية والثاني على الخزين المائي أو المياه الجوفية، طبعا مع تطبيق التوصيات المتعلقة باستخدام التقانات الحديثة في الري بما يرشد كميات المياه المستخدمة، إضافة إلى زيادة الغلة الإنتاجية للمحاصيل المزروعة تحت الري التكميلي. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين في كل ملف، وتتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وأرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة وأستاذ العلوم السياسية، حياكم الله دكتور عامر. أهلا وسهلا. وكذلك عبر سكايب السيد نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ينضم معنا من أمريكا. دكتور فياض، أهداف زيارة السيد السوداني لما نتحدث عنها وذهابي إلى نيويورك، هل تقتصر على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أم أنها تتعدى إلى أبعد من ذلك؟ هي بالتأكيد يعني مثل ما تفضلت حضرتك في المقدمة، يعني هذا هو الاجتماع دوري للجمعية العامة، وهو فرصة ومناسبة لا لفقط يعني إسقاط فرض الحضور بقدر ما أنه فرصة بل مجموعة فرص للالتقاء للقاءات واجتماعات تتصل بأمور من حيث الموضوعات هي متنوعة، سياسية على عسكرية على اجتماعية على ثقافية علمية، يضاف إلى ذلك بأنه هي فرصة للقاء قادة ومسؤولين في دول متعددة ضمن إطار كل القارات الموجودة على الكرة الأرضية. ولكن يعني علينا طالما أنها مثل هذه الاجتماعات هي دورية حتى لا تكون بها رتابة، لابد أن تكون معروفة ومفهومة من قبل كل طرف بما في ذلك العراق. يعني علينا أن نعرف جيدا بأن الأمم المتحدة وكل غطاء دولي من غير الممكن أن يكون ملاذا لمن ليس له ملاذ، بمعنى آخر يعني عبر التاريخ كل دولة إذا أرادت أن
تتغطى بغطاء الأمم المتحدة وبالذات الجمعية العامة، فإنها سوف تبات كما يقال عريانة. هذا يعني بأن المكانة والوزن والحجم بالنسبة لأي دولة في أي حضور دولي، هذه المكانة تنبع أساساً من أن هذا البلد هو الذي شكل ملاذ له بنفسه دون أن يعتمد على البحث عن ملاذ من الآخر ودون أن يستقوي بالآخر. العراق طبعا بتمثيل ضمن إطار هذا الاجتماع يستطيع أن يثبت مكانته ودوره من خلال خطوات إنجازية قدمها لكي تكون الاستجابة من خلال اللقاءات استجابة إيجابية، إن كانت لديه خطوات إصلاحية فعلية لا سيما في موضوعة التنمية المستدامة، لا سيما في موضوعة مكافحة الإرهاب. يعني لابد أن تكون هناك عدة إنجازية لكل طرف يحضر في مثل هذا الاجتماع لكي تكون لقاءات مثمرة ولقاءات إيجابية، وهي موضع ستكون موضع ترحيب وموضع تنسيق وموضع قبول أيضا. على هذا الأساس العراق من خلال رئيس الوفد العراقي المتمثل بالسيد رئيس مجلس الوزراء يستطيع أن يقدم من خلال لقاءاته دور العراق، وهذا ما فعله الحقيقة من خلال لقاءاته بأطراف أمريكية، وإن كانت على مستوى وزير الخارجية الأمريكي ولقاءات مع الأمين العام لحلف الناتو ولقاءات مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى لقاءاته مع صحف كبرى، أكد بأن على موضوعات متعددة فيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي مثلا، تحدث عن ضرورة. ممكن دكتور يعني هذه الاتفاقيات وهذه المنجزات نتحدث عنها وأحيلها إلى الأستاذ نعمان أبو عيسى، حياك الله مجددا أستاذ نعمان. يتحدث ضيف الكريم الدكتور عامر حسن فياض عن أهمية هذه الاجتماعات وهذا الحضور العراقي على مستويات عدة، ومنها اللقاءات الجانبية اللي أجراها رئيس الوزراء مع المسؤولين الأمريكان. هل كسرت جمود تعامل الإدارة الأمريكية مع السيد السوداني، خاصة مع الدعوة اللي تلقاها لزيارة أمريكا لاحقا؟ نعم بالتأكيد، يعني استقبال وزير الخارجية الأمريكي واجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك دليل واضح على اهتمام أمريكا بالعراق ووضع العراق في المنطقة والخليج العربي، فإن هذه المنطقة مهمة جدا لأمريكا، وإن الرئيس بايدن هو الرئيس الوحيد الذي كان موجود من الأعضاء الخمس الدائمين في الأمم مجلس الأمن، وهذا دليل أيضا أن قيادة العالم إلى حد ما مستقطبة في عدة اتجاهات، والآن تعلم أمريكا أن هذا الاستقطاب سيفسح المجال لأمريكا لتعمل بشكل جاد مع الأطراف المهمة، والطرف العراقي مهم جدا، ولذلك وزير الخارجية قد يعني أصدرت دعوة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن إلى البيت الأبيض فيما يعني لاحقا هذا العام أو عن قريب للاجتماع مع الرئيس الأمريكي والتنسيق في عدة مجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والمالية وغيرها. طيب دكتور عامر، يعني نقدر نتحدث عن سرعة الاستجابة من قبل الإدارة الأمريكية لبرنامج السيد السوداني في الإصلاحات وخطط إدارة الدولة؟ يعني الاستجابة الأمريكية لم تتصل فقط بموضوعة العراق وأهمية العراق، نحن نعرف جيدا بأن أمريكا في مدركها حتى لو لم تعلن ذلك
هي أدركت بأن العالم يتغير، وهذا التغير هو يعني بدايات للانتقال بالهيكل أو المنظومة الدولية من منظومة القطب الواحد إلى منظومة أو بدايات منظومة التعددية القطبية. فالعراق بحكم موقعه بحكم ثرواته هو موضع حاجة من قبل الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. على هذا الأساس لابد ومن وخصوصا فترة ما قبل الانتخابات الأمريكية يريد بايدن أن يسجل نقاط إنجازية في مجال علاقاته مع بلدان من الممكن أن تخدم بشكل أو بآخر المصلحة الأمريكية، لا سيما بلدان تمتلك الطاقة أو جزء مهم من الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز. ونحن نعرف جيدا بأن العالم أصبح بفعل أو ما بعد أحداث أوكرانيا أصبح بحاجة كل قطب من الأقطاب هو أصبح بحاجة إلى مراكز إقليمية ثرية ومؤثرة في نفس الوقت. فعلى هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية وبايدن بالذات بحاجة إلى أن تكون لديه علاقات مفيدة ونافعة، والالتفاتة والاستدارة للعراق أعتقد مسألة مهمة فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى دولي، يعني حتى المنافسة على مستوى المنافسة الأمريكية الأوروبية مع الاتحاد الروسي، وكذلك المنافسة مع الصين. فهذه البلدان لا سيما فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، هذه البلدان بشكل أو بآخر سوف تكون موضع اهتمام من قبل هذه القوى الكبرى، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى البلدان الأوروبية. لذلك هذه الكينونة ذات معنى دكتور، لسنا لوحدنا بحاجة إلى التعاون المتنوع مع بلدان متعددة، بل إن كل بلد من هذه البلدان حتى الكبرى منها هي أيضا بحاجة إلى أن تكسب العراق وتكسب المملكة العربية السعودية وتكسب حتى إيران وتكسب تركيا وهكذا. طيب وفقا ما تتفضل به الدكتور عامر، يعني يجب أن ننظر إلى البيئتين، العراقية نظرة داخلية والأمريكية أيضا نظرة من الداخل الأمريكي. بخصوص أمريكا أستاذ نعمان، يعني أمريكا مقبلة على انتخابات رئاسية، نتحدث عن هذا الانفتاح اللي يأتي ضمن مصلحة واشنطن في عدم الإخلال بالشأن الداخلي العراقي، وهذا على عكس سوريا. يعني أمريكا يمكن أن ترى استمرار إنجازاتها مرتبطة باستمرار التضييق على الحكومة السورية، كيف تنظر إلى الأمر حضرتك؟ يعني العراق مختلف نهائيا في نظر أمريكا عن سوريا، وأن العراق دولة نامية لها يعني نفط مؤثر في العالم، وتعمل مع تركيا لمد أنابيب من العراق إلى من خلال تركيا إلى أوروبا، وتقد يعني تحسنت العلاقات إلى حد ما بين أمريكا وإيران. وأمريكا تعلم أن إذا لم تكن مهتمة في العراق يوجد هناك اهتمام صيني أو روسي أو غيرها، ولذلك ستلعب أمريكا يعني دور قدر الإمكان بتوسيع العلاقة مع العراق، وأيضا وضع بعض الحدود لسلامة الجالية الأمريكية في العراق، وأيضا الحفاظ على السانكشنز أو يعني
القرارات التي صدرتها ضد الدول المجاورة، منها سوريا وإيران، ولا تريد أن تكون العراق هي مصرف للدولارات لدول أخرى، ولذلك ستحط بعض الحدود مع الحكومة العراقية لتخفيف يعني الأمور التي لا تريدها أمريكا من المخدرات وغيرها في المنطقة. فإن العراق يعني سيعمل دور جاد في علاقاته مع أمريكا للتنمية والاستقرار في العراق ودول الخليج، لتأمين مصادر النفط بعد أن تهددت من ناحية روسيا وأصبحت يعني مصادر النفط شبه غير كافية إلى تمويل أوروبا، القارة الأوروبية بالنفط، ولذلك العراق سيلعب دورا هاما كما تلعب دول أخرى كالجزائر ودول الخليج العربي. نفس الموضوع، وأن أسعار النفط قد ازدادت إلى 90 دولار للبرميل، وهذا سيأتي بالأموال الطائلة إلى المنطقة التي يجب أن تستثمر حسب المشاريع والمتفق عليها من أمريكا. طيب دكتور عامر، على وفق ما تفضل به الأستاذ نعمان من البيئة الداخلية الأمريكية، نأتي إلى العراق. يعني لقاء بايدن والسوداني المرتقب، هل من الممكن أن يوضح مرتكزات العلاقة، طبيعة توجهات الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة، أو خلي بمعنى أوسع تجاه الإطار التنسيقي المؤلف الأساس لهذه الحكومة؟ يعني هناك ملفات متعددة. الأستاذ نعمان يمكن أجاد في الحديث عن الملف الاقتصادي المتمثل بموضوعات أن العراق هو مصدر مهم من مصادر الطاقة، لا سيما النفط، ومستقبلا الغاز أيضا، مثل ما صرح السيد رئيس مجلس الوزراء لأكثر من صحيفة في هذا المجال. المسألة المهمة بتصوري، وأنا رح أنطلق عراقيا من القضية، المسألة المهمة أن هناك خطوات عملية فعلية يعني اختطها العراق لكي يبعد أو لكي يغادر مسألة أو التأكيد على ضرورة أن العراق من غير الممكن أن يكون جغرافيا لصراع إقليمي أو لصراع إقليمي دولي. ونعرف جيدا بأن للعراق مساهمة واضحة كانت في التمهيد والاستعداد للتلاقي السعودي الإيراني، فالعراق لعب دور بشكل أو بآخر الوسيط أو الملتقى لكي يكون جغرافية حوار وليس جغرافية تناحر ما بين طرفين، خصمين كانوا خصومة عميقة اللي هم السعودية وإيران. فهذه هناك خطوات إنجازية للعراق في هذا المجال، بالإضافة إلى مسألة مهمة أيضا، أن هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذه الاتفاقية ذات أبعاد ليست فقط اقتصادية أو مالية أو علمية، وإنما ذات أبعاد عسكرية أيضا. فموضوع التفعيل مثل هذه الاتفاقية الإطار وضرورة أن يكون هناك التزام من قبل الطرفين الأمريكي والعراقي في نقاط مثل هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية الإطار، أنا أعتقد هذا التفعيل هي مسألة مهمة، والعراق مدرك بأن الالتزامات التي عليه هو مستعد إن لم يكن قد أنجزها. بالمقابل هو يحتاج إلى تفعيل هذه الاتفاقية لكي تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها الفعلية في اتفاقية الإطار، لأنه واحدة من المسائل الأساسية في هذه الاتفاقية هي الجانب المتصل بحماية العراق وحدود العراق ووحدة العراق. ونلاحظ بأن العراق خلال هذه الفترات يعني شهد اعتداءات وعدوانات، لا سيما
من قبل الطرف التركي. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعة التطوير أو تفعيل اتفاقية الإطار هذه مسألة العراق بحاجة إلى أن يؤكدها ويؤكد على مثل هذه النقاط. يضاف إلى ذلك ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك تعارض أو يعني تنافر ما بين كل من العراق وتركيا. فعلى هذا الأساس واحدة من المسائل اللي طرحت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور في ضرورة إعادة نقل النفط العراقي من كردستان إلى تركيا ومن تركيا إلى يعني عبر منفذ تركيا إلى العالم. طيب هذه الأمور أعتقد كما قلت أن هناك ملفات متعددة بعضها مطوية لا سيما في الجانب العسكري. يمكن في الجانب العسكري فقط الأمور المتصلة بموضوعة التدريب وموضوعة التعاون الاستخباراتي، في حين العراق وأكد على لسان رئيس مجلس الوزراء أكد بأنه العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية داخل العراق، وأن العراق لا يسمح بأن تكون هناك جماعات تعتدي على دول الجوار، كما هو لا يسمح بأن تكون هناك جماعات من دول الجوار تعتدي على العراق ووحدة الأراضي العراقية والسيادة العراقية. ما تتفضل به دكتور، خلينا أكسي إلى الأستاذ نعمان. أستاذ نعمان يتفضل الدكتور فياض حول طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية اللي دخلت عهد جديد، يعني ولكن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية والعراق اعتبارات إذا ما تم الذهاب لمرحلة تقوية أو ضعف هذه العلاقة. قضية التواجد الأمريكي اللي تفضل بها الدكتور، قضية النفط اللي تفضلت بها حضرتك، أيضا قضية الدولار وقضايا أخرى شائكة يصعب حلها. كيف سترى مسارات الحل في هذا اللقاء؟ يعني مسارات الحل هي عن طريق الاجتماعات المشتركة ومناقشة المواضيع ووضع النقاط على الحروف بالتحديد، وهذا ما تصبو إليه أمريكا أن تجتمع مع الرئيس وأيضا أن تجتمع مع وزراء المسؤولين عن الملفات المختلفة في العراق في المستقبل. فإن القيادة اجتماع القيادة يعني اجتماع على مستوى على كافة المستويات، إن يعني هذا الاجتماع مهم جدا لأنه يفتح أبواب للاجتماعات على في ملفات كثيرة، وهذا ما تصبو إليه أمريكا أن تتعامل مع العراق، لأن العراق لاعب مهم في المنطقة وهو منتج للنفط، والعالم الغربي والعالم بشكل عام يحتاج إلى هذا النفط ولتطويره، ويريد التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة التي ساهمت أمريكا في خلقها في البداية. فإن أمريكا كان لها دور في تغيير الحكومة في العراق، وهي الآن تريد أن تكون لاعبا مهما في العراق، تتعامل مع العراق في مختلف المستويات. فإن مقاطعة العراق لن يخدم أمريكا، ولذلك أمريكا تأتي الآن وتدعو وزير رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وهذا دليل على فتح الأبواب للمناقشة وتحديد الأمور يعني. وهذا ما سيحدث أظن، لأن المقاطعة لم تكن من صالح أمريكا وليست من صالح العراق. فأمريكا تريد أن تكون عاملا في العلاقات الدولية، وتريد أيضا أن تتحدى الصين وروسيا في الخليج والعراق بشكل خاص، وتتعامل على كافة الملفات لمصلحة البلدين. طيب نحتاج دكتور عامر إلى تقوية البيت الداخلي على أقل تقدير حتى تصمد الحكومة أمام أي مطبات، لأنه كما يبدو وفقا لما تفضلت به من رؤى بأننا في مرحلة السير في حقل ألغام. أنا بالبداية يعني من حيث المبدأ الفاعل الدولي سوف لن يكون إيجابيا إن لم يكن الفاعل الداخلي
يعني لديه خطاب واحد موحد قادر على إدارة شأنه العام وإدارة حتى أزماته، قادر على تقديم منجز، قادر على التقدم خطوات نحو الحكم الصالح بأبعاده العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قادر على أن يكون مجتمع منتج اقتصاديا ومنتج معرفيا أيضا. هذه يعني إن لم تكن مسلحا بدواخلك فبالتأكيد الخارج سوف ينظر إليك بعين التابع، يعني بعين أن تكون تابعا ولا بعين أن تكون ندا متساويا. العلاقات فيما بينك وبينه تكون علاقات قائمة على المصالح المتبادلة، على احترام السيادة، على مسألة مصلحة شعبين. فالداخل ضروري جدا في أن يكون متين. فلذلك المسألة يعني الموعظة تتوجه إلى الداخل قبل الخارج، لأنه الخارج الأولوية لديه مصلحته، وهو يبحث عن فراغات في تعامله ضمن إطار الوحدات السياسية في البيئة الدولية، أينما يجد فراغا يريد أن يحل به. وعادة الفراغات تتم من خلال اللا توافقات على مستوى الداخل. فالعراق إذن بحاجة دائما وعليه أن يواصل ضرورة أن تكون يعني أن تكون حكومته قادرة على حل أزماتها ما بين كل القوى السياسية، لكي يكون خطابه خطاب موضع قبول وموضع نظر إيجابي من قبل كل الأطراف سواء كانت الإقليمية أو الدولية، حتى من قبل الأطراف اللي يشكل قوى عظمى في على الخارطة خارطة العالم. أستاذ نعمان تفضل. دكتور عامر حسن فياض، عن النظرة المستقبلية وهو هنا السؤال الأهم، ماذا تتطلب هذه العلاقة من مهارة وتوقعات مستقبلية، أقصد بين بغداد وواشنطن؟ يعني حسب قدرة بغداد على تلبية مطالب واشنطن، فإن واشنطن لها اليد العليا في عدة ملفات، ويوجد للحكومة العراقية ما يزيد عن 100 بليون دولار رصيد في أمريكا، وأمريكا ستضع بعض الشروط للتعامل مع العراق بشكل فعال وبشكل إيجابي، والعراق هو الذي سيحدد ما فيما إذا كان قادر على تلبية متطلبات أمريكا، فإن أمريكا لا تريد حجز الأموال عن إيران على سبيل المثال، وأيضا تكون الحكومة العراقية لها دور كبير في السيطرة على الإرهابيين في العراق، فيوجد هناك متطلبات عدة لأمريكا، وإذا كان العراق مستعدا أن يتعامل في هذه الملفات فإن العلاقة ستتطور بين الطرفين وتتحسن، وهذا ما تريده أمريكا. أمريكا تريد تحسين العلاقات لمصلحة البلدين، و تتمنى من العراق أن يلبي طلبات أمريكا لتحسين الوضع في العراق وفي العلاقات المشتركة الثنائية. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من أمريكا، وشكرا كثير لحضرتك الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة، ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. الخطة الزراعية الشتوية، ثلاثة مؤشرات للتبني وتوصيات الاستخدام الأمثل.
جدا حياكم الله بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور مهدي ضمد القيسي مستشار وزارة الزراعة. حياك الله دكتور مهدي. أسأل حضرتك يعني شلون تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لإعداد خطة الزراعة الشتوية، يعني وفق أي مؤشرات تم تبنيها؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لك كل بالتأكيد بالنسبة إنك خطة شتوية وكذلك الحال بالنسبة للخطة الزراعية بصورة عامة تقار من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية بالاتفاق بموجب الخزين المائي والإيرادات المتحققة وطبيعة الموسم سواء كان رطب أو جاف. المهم في هذا الأمر في هذه الخطة وزارة الموارد المائية خزينها المائي كما هو معلوم يعني مو بالكمية اللي تقدر تتوسع بالمساحات، ولذلك احنا بدينا اعتقد واجزم انه بداية موفقة. ليش بداية موفقة؟ لانه بدينا قرينا الخطة في بتاريخ يعني هو الامس، فكانت الخطة اللي قريناها هي عبارة عن خطة مقاربة لخطة الموسم الزراعي السابق، لكن تفرق انه بدينا بمبكر باعداد هذه باقرار هذه الخطه، لانه اقرار هذه الخطه راح تكون مهيئين ان نوزع المستلزمات ان شاء الله بالفتره اللي مناسبه لعمليه الزراعه. فلذلك اعتمدت وزاره الموارد المائيه على ما متوفر لديها من خزين مائي، وهذا الخزين المائي يعني أهلنا إلى إقرار الخطة، والخطة أصبحت 1.5 مليون دونم، خطة الإرواء بالمياه السطحية اللي هو الجداول والأنهار، وتوسعنا بالمياه الجوفية فصارت خطة المياه الجوفية اللي هي الآبار 4 ملايين دونم، وبالنسبة إلى السيحية عفوا المياه الأمطار أو الديمية صارت 3 ملايين دونم. هذه راح يعاد النظر بها بموجب التوقعات اللي تتوقعها وزارة الموارد المائية وكذلك الأنواع الجوية، متوقعين أن تكون سنة رطبة بإذن الله، يعني معناه سقوط أمطار، فحالما تتهيأ الفرصة لهذه التوقعات نجتمع وإن شاء الله إن شاء الله نتوسم خيرا بأنه نتوسع. يعني لا زال هنالك اجتماع بهذا الموضوع. نسأل يعني هذه الخطة دكتور مهدي وفق الاحتياج الفعلي أم وفق ما فرضه الأمر الواقع؟ لا بالتأكيد وفق ما فرضه الأمر الواقع. احتياج الفعلي أو المساحات المتاحة أكثر من هذا الرقم بكثير، لكن الظرف اللي حددنا اللي هو الخزين المائي المتوفر حاليا لدى وزارة الموارد المائية، لأنه مثل ما تعرف احنا من نقر الخطة يصير التزام لدى وزارة الزراعة بأنه توزع البذور، والتزام لدى وزارة الموارد المائية بأنه تلتزم بالريات اللي مقررة للمحصول الشتوي اللي هو بدرجة الأساس حنطة ثم شعير. فهذا الالتزام بموجب الخزين المائي المتاح أو المتيسر. طيب نتحدث عن 1.5 مليون دونم، يعني نعم. اعتماد هذه الخطة على المياه السطحية، بالمقابل هنالك 4 ملايين دونم على المياه الجوفية. أولا دكتور خلي نعرف حجم هذه الخطة، نوعية المحاصيل اللي تتناسب ويا المياه المتوافرة والمتوقعة. نعم، الخطة الشتوية مالتنا بتعتمد بالدرجة الأساس على أنه زراعة محصول الحنطة اللي هو احنا دائما نقول اللي هو مفتاح الامن الغذائي، وهو المحصول الرئيسي في قوت الماده الرئيسيه في قوت المواطن العراقي. كما تعلم انه الحنطه توزع ضمن البطاقه التموينيه كطحين من قبل وزاره التجاره، لذلك الحاصل او الناتج راح يستلم من قبل وزاره التجاره حتى تهيئه لمفردات البطاقه التموينيه. فلذلك أغلب الخطة مالتنا راح تكون حنطة بالدرجة الأساس وشعير بالدرجة الثانية وبمساحات قليلة أقل مما هو موجود أو متاح لمحصول الحنطة. طيب قبالة ذلك نتحدث عن موضوع مهم، ولكن مع الخبير المائي والزراعي الأستاذ علاء البدران ينضم معي عبر سكايب من البصرة. حياك الله أستاذ البدران. يعني 4 مليون دونم معتمد على المياه الجوفية كما يتفضل الدكتور القيسي،
ما يشكل خطر هذا الموضوع على الخزين المائي، كم نسبة هذا الخطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة للخزين المائي الجوفي، مثل ما معلوم أنه العراق الآن يمتلك فقط 6 مليار متر مكعب مياه جوفية. طبعا هذا الخزين يعتمد اعتماد تقريبا أكثر من 50 إلى 60% هو على المياه المتجددة، اللي هي أما تكون مياه أمطار أو مياه الأنهار، يعني تسريب من المياه اللي موجودة. وبما أنه أصلا هي الأمطار هي يعني بيها مشاكل بسبب التغيرات المناخية، نعم. والأنهر الآن نهر دجلة والفرات، خصوصا الفرات أكثر يعاني من شحة كبيرة جدا. أعتقد أنه استنزاف المياه الجوفية في الوقت الحاضر أو الفرات في استخدامها راح يؤدي إلى أنه أما تقل كمناسيب بالأرض أو تتعرض للتملح، وبالحالتين هنا أنا راح نخسر أيضا أو راح نتعرض إلى مشاكل جديدة، أهمها هي أنه بعض الأراضي راح تكون غير صالحة مستقبلا للزراعة بسبب تغيير نوعية المياه، الإنتاج الزراعي أكيد راح يقل. لكن بالوقت الحاضر الحلول هي معتمدة على يعني ما موجود من موارد طبيعية بالنسبة للمياه، هي أكيد المياه الجوفية فقط هي اللي مؤمنة بالوقت الحاضر، لكن أكيد للمستقبل نحتاج إلى كيف أنه راح نعززها أو كيف راح نعيدها أو نستعيدها، يعني هذا الموضوع أعتقد بتداخلات كثيرة جدا. طيب. لكن أكيد الأمن الغذائي مهدد يعني في العراق إذا ما قلت المساحات الزراعية خصوصا ما يخص إنتاج الحبوب. مو هنا أستاذ علاء، يعني سابقا وضمن التوجيهات اللي صدرت من رئيس الوزراء بأن دعم الفلاحين مشترط باستخدام التقنيات الحديثة في الري، وفرت الجهات المتخصصة هذه التقنيات للفلاحين؟ يعني بالنسبة للمناطق الصحراوية عموما هي أكيد هنا يستخدمون منظومات الري الحديثة، سواء كانت يعني بالبصرة مثلا يستخدموا حتى طريقة الري بالتوقيت لإنتاج الحنطة، رغم أنه يعني مكلفة أكثر تكون، لكن نوعية المياه كانت يعني غير صالحة للرش أو استخدامات منظومة الرش، استخدموا هاي الطريقة لكن على مساحات بسيطة، يعني أيضا هي أتت بنتائج يعني جيدة نوعا ما. أكيد الأراضي الصحراوية أو المياه الجوفية أكيد يعني كل المنظومات المستخدمة هي منظومات الزراعة الحديثة عكس الزراعة السيحية أو السطحية على المياه السطحية من نهر دجلة والفرات، أغلبها لا يعني مياه نقدر نقول بها هدر اللي ما موجودة يعني تقنين بالاستخدام عكس ما موجود بالمياه الجوفية. دكتور مهدي، نتحدث عن التوقعات المبكرة اللي صدرت عن مراصد الأنواء الجوية للموسم الشتوي اللي تتوقع راح تكون الأجواء ممطرة، ايش قد راح تدعم هذه التوقعات من حالة الاعتماد على المياه السطحية أو الجوفية حتى؟ دكتور مهدي طبعا هو أكيد نعم. عفوا سؤال على السؤال خلي نعم. نتوجه به للدكتور مهدي نعم. القيسي. أولا تحية إلى أستاذ علاء، لك كل التحية. الله يسلمك. النقطة اللي أثارها أستاذ علاء نقطة جدا مهمة، اللي هي الخوف من استنزاف المياه الجوفية. بالتأكيد هذا الحرص موجود لدى وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية، وأكدنا وثبت بأنه المياه الجوفية تستخدم بها مرشات، فلذلك المرشات الضياعات بها قليلة، فاستنزاف المياه ما راح يكون جائر بهذه الحالة، لكن الحذر واجب. فهذه نقطة جدا جوهرية، أنه استخدام منظومات الري بالرش في الاعتماد على المياه الجوفية. طيب. النقطة المهمة الأخرى بالنسبة إنه يعني تعرف الموسم الزراعي الماضي الشتوي الماضي اللي هو 22-23 كان أيضا موجود مطر، والحمد لله والشكر بموجبه أيضا حتى وسعنا بالخطة مالتنا،
فهذا العام يتوقع أن يكون زيادة بالأمطار مقارنة بالموسم الزراعي السابق، فمتفائلين خيرا أنه يكون عندنا فسحة من التوسع بزراعة المحصول الشتوي اللي هو محصول الحنطة بالدرجة الأساس، ومعروف أنه حاجتنا كمواطنين إلى هذا المحصول كلش مهمة وأساسية. هذا اللي نقدر نركز عليه في هذا في هذه المرحلة. شنو أبرز المحاصيل دكتور مهدي اللي ثبتت في خطة الاستزراع للموسم الشتوي؟ هي مثل ما قلت لك الحنطة والشعير بالدرجة الأساس، الشعير بمساحات قليلة مقارنة بالحنطة، فالأساس هو الحنطة، الشعير بالدرجة الثانية، مو بالدرجة الثانية من ناحية يعني المساحة ما تقارن مساحة الشعير بمساحة الحنطة، بالتأكيد أقل. بالنسبة إلى البستنة أيضا موجود، والخضر اللي هذه أيضا موجودة ولها وسائل ري مالتها خاصة بها. يعني الخضر اليوم نتكلم على خضر هو الري بالتنقيط، فهذا أساسا هو يعني تقنين للمياه في هذه الحالة. فأكو إجراءاتنا الإشكالية، إحنا يعني مو الإشكالية وإنما حقيقة تواجهنا أنه هي كيفية تزويد الفلاحين والمزارعين بمنظومات الري بالرش اللي هي أساسية في هذا الجانب. جهود الوزارة مستمرة في هذه الحالة، أكو عندنا مناقصات وأكو عندنا محاولات مع جهات أخرى في سبيل تنفيذ نوع من العقود، أو يعني بطريقة أنه إضافة إلى وزارة الصناعة، فنحتاج إلى أنه نعزز من منظومات الري بالرش حتى يصير عندنا يعني تقليص بالهدر أو ضياعات، ويصير عندنا أيضا إضافة إلى ذلك الخدمة تكون أفضل في هذا الجانب. طيب، تحدثنا عن الضائعات والاستهلاكات للمياه الجوفية والسطحية، هنا أستاذ علاء نتحدث عن موضوع آخر، يعني ما فرضه الأمر الواقع على الخطة الزراعية الشتوية، إشقد أخذ من المساحة الفعلية اللي يحتاجها العراق؟ أستاذ علاء. نعم، السؤال ما فرضه الأمر الواقع على الخطة الزراعية الشتوية، يعني نسأل إيش قد من المساحة الفعلية اللي يحتاجها العراق؟ طبعا هو أكيد إنتاج الحبوب ما يعني ما يعتمد فقط على مساحة، لأنه أكو تباين بالإنتاج يعني بين منطقة ومنطقة بسبب نوعية المياه، نوعية التربة، فبعض الأراضي قد تكون ما تعطي أكثر مثلا من 300 كيلو بالدونم، بعضها لا تكون قد تكون مثلا إنتاجيتها أكثر من 1200 إلى ربما أكثر قليلا من هذا الرقم، يعني 1200 كيلو يعني طن و200 كيلو للدونم. هنا تعتمد على هواية يعني متغيرات بين الشمال والوسط والجنوب، أكيد هنا أكو تغيرات. المشكلة مو بالأراضي وساعة الأراضي العفو، المشكلة أنه إيش قد إحنا راح نستهلك مياه لإنتاج هذه الحبوب. إحنا نستبشر خير إذا صارت أمطار مثل موسم الزراعي الماضي 2022-23، كان الاعتماد تقريبا أكثر من 60-70% على الأمطار، وهذا طبعا بشر بإنتاج وفير وكبير، ربما أنه كان خارج التوقعات أو خارج حتى ما خططت له وزارة الزراعة والموارد المائية. لكن إذا إحنا نتحدث عن الافتراض أو التخطيط الافتراضي، يعني أكيد هنا إذا نستخدم المياه السطحية راح كثير من الأراضي ما راح تستخدم يعني للزراعة. أعتقد هي وزارة الزراعة كل عام كانت يعني في وجود وفرة مائية تخطط لزراعة بحدود ال 15 مليون دونم. أنا بصراحة ما عندي الرقم الأكيد، لكن أكيد هو هذه المساحات تكون يعني كافية، أو هي يلا نقول إحنا تأمن إنتاجية، لأن مو كل الحبوب اللي هي تنتج يعني يتم تسويقها. بعض الحبوب مثلا بعض الحنطة تظهر بها شوائب، بعضها تكون مخلوطة مع الشعير، هذه ما تستقبلها يعني وزارة التجارة،
بعضها تكون مثلا بها مشاكل بالرطوبة، بعضها مشاكل بوجود مثلا أعشاب، نعم بذور أعشاب، أو يعني حصول بعض الأمراض نادرا مثل التفحم وغيرها في الحنطة. هذه الأمور هذه يعني أيضا تحدد من نوعية أو كميات الحبوب المنتجة، يعني نعم عكس مثلا ما موجود أنه إذا زادت أو قلت المساحات أيضا هي أكو مشاكل نقدر نسميها احنا تسويقية. طيب نعم دكتور مهدي، يعني ظاهرة التصحر، الانبعاثات يعني البيئية، وكذلك التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم، والعراق إلى نصيب كبير من هذه التغيرات المناخية، هل أثرت على هذه الخطة؟ هو بالتأكيد مو بس على الخطة، على القطاع الزراعي بصورة عامة. يعني لو نيجي نباوع على الأهوار وماذا حصل للأهوار، لو نشوف حتى مياهنا اللي هي خاصة المحافظات الجنوبية وتحديدا محافظة البصرة، نسبة الملوثات زادت لأنه قلت الإيرادات المائية، فمعامل التخفيف انخفض، فلهذا الملوثات زادت. المشكلة نوعية، كمية ونوعية المياه قلت في محافظات الوسط والجنوب، والأهوار يعني صار يعني ما شاء الله، يعني نعم مو ما شاء الله، يعني متأسفين جدا أن يكون الأهوار توصل إلى هذه المرحلة من الجفاف. فالتغيرات المناخية وقلة الإيرادات المائية أثرت بصورة يعني واضحة جدا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، يعني مو بس النباتي. وهذا ينعكس وين؟ ينعكس على أزمات الغبار، ينعكس على الغطاء النباتي، ينعكس على الثروة الحيوانية، وما موجود عشب طبيعي، مراعي طبيعية ما راح تكون موجودة في حالة عدم هطول أمطار. وكذلك لأنه اليوم أنا أقول العالم أصبح مو بس تغيرات مناخية، أصبح تطرف مناخي. تطرف مناخي لأنه تشوف التغيرات اللي دا تصير بالعالم مو تغيرات طبيعية، وإنما تغيرات خارجة عن المألوف. فإحنا مشمولين بهذه التغيرات، ولذلك التحسبات اللي دا تصير والتحوطات وتحفظ وزارة الموارد المائية على الخزين مالتها وكيف تعالج هذه الشحة، ربما توصل الشحة إلى أنه يجوز على مياه الشرب أو مياه الإسالة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مهدي ضمد القيسي، مستشار وزارة الزراعة، ضيفا كريما في الأستوديو وعبر سكايب من البصرة. الشكر الكثير لحضرتك الأستاذ علاء البدران، الخبير المائي والزراعي، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.